كل الأشياء تعمل معا في الأهلي لضرورة تكوين فريق جديد للمستقبل، علشان الحاضر واضح أنه بقى نقصه كتير. الأهلي النهاردة تعادل مع إيستن كامبانين، بس مش ده الخبر، ولا حتى أنه خسر الباقية من أماله في المنافسة هي الخبر. الخبر أن الأهلي اتحرك ولازم يتحرك أكتر علشان يكون فريق جديد يقدر ينافس الفترة اللي جاية، فريق فيه الشباب اللي بدأوا يلعبوا وصفقات جديدة تقدر تعمل فارق، لعيبة عندها روح الأهلي اللي بقت غايبة، لعيبة عايزة تعمل اسم وتاريخ. والسؤال المعتاد، هل بقى ينفع نحكم على سواريش ولا برضو لسه؟